تذوق كلامك قبل أن تخرجه من لسانك، فبعض الكلمات نور ولكن بعضها قبور. أحياناً تقتلنا كلمة عابرة وتحيينا جملة قالها شخص لا نعرفه ولا يعرفنا، فراقب لسانك قبل أن تدفن أحد في قبر كلماتك، فتفعل الكلمة ما لا تقوى عليه البنادق. الكلمة تحيي وتميت، غير أن قليلا من الناس ما يدركون ذلك.